السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك باشمهندس؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم. رجل صلى العشاء في جماعة. ثم ذهب يصلي السنة في مسجد آخر. فدخل بنية صلاة السنة فأتى واتخذوه إماما وهو صلى العشاء. شنو هو النية من السنة والعشاء؟ فما حكم صلاته وصلاة الذين خلفه؟ يعني هو دخل بنية النافلة وحولها إلى فريضة. وحولها إلى العشاء مع أنه كان صلى العشاء مرة أخرى، يعني صلى العشاء مرة ثم حولها إلى العشاء. لا يعني في البداية ولا فصلت الصلاة حولها إلى العشاء؟ وصلى العشاء مرة خلاص، بعد كده بدأ يصلي السنة فحولها إلى العشاء ثاني. أيوه. هي صلاتهم صحيحة. وصلاته هي له نافلة. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. اللي دخلت حضرتك لو دخلت المسجد وكانت الجماعة خلصت ومثلا احنا ثلاثة أو أربعة وهصلي بيهم إمام، لازم حد يقيم الصلاة تاني ولا مش شرط؟ دخلت المسجد وإيه وجدت الجماعة انتهت؟ الجماعة انتهت واحنا كنا ثلاثة أو أربعة. أيوه. فهصلي بيهم إمام، لازم حد يقيم الصلاة ولا أصلي عادي على طول؟ إقامة الصلاة ليست واجبة. ليست واجبة. صحيح. السؤال كان معلش. ولا الأذان واجب لصحة الصلاة، إنما كما قال الرسول عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم مستعان. طيب سؤال ثاني معلش سريع. تفضل. المؤذن أذن وبعد كده قعدنا نستنى إقامة الصلاة. فهو رايح يقيم الصلاة وهو ماشي بيقيم وهو ماشي، يعني ما وقفش في مكان الأذن. ده صح؟ يعني هو ماشي الله يقيم الصلاة وهو ماشي. أنا المهم الإقامة صحيحة. الإقامة صحيحة. أي. شكرا. الله يسلمك. أسئلة عبد الرحمن.